شهدت محافظات الجمهورية مظاهرات محدودة في استجابة لدعوات النزول للتظاهر، وألقت أجهزة الأمن القبض على العشرات لمحافظات السويس والدقهلية والبحيرة والمنيا، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة والجيزاء القبض على 22 من المشتبه بهم، بعضهم لا يحملون بطاقات هوية وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام. فيما شدد أئمة المساجد خلال خطبة الجمعة على أن نشر الإرهاب والعنف في ربوع الوطن يعتبر خيانة عظمى وجريمة لا تغتفر. والتقطت عدسة المصري اليوم تفقد المشير حسين طنطاوي لميدان التحرير الذي أشاد بدور القوات الأمنية في الحفاظ على حماية الوطن. ومن هذا الخبر المتوقع إلى الاستوديو حيث يشاركنا اليوم الأستاذ مصباح قطب مستشار القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. أستاذ مصباح أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة فشل متوقع لتظاهرات 11/11، الجميع كان متوقع هذه الحالة من الهدوء التي ستسود مصر النهاردة، بس عايزين نعرف من حضرتك تفسيرك لتكرار النداءات مرة أخرى، تحصل مرات كثيرة في الوقت السابق، وتكرار فشل هذه المبادرات لجماعة الإخوان. يعني أولا شيء طبيعي أن قوة زي الإخوان المسلمين يعني كل يوم تدور على أي حيلة يعني اللي تزعج بيها الوضع المصري شعبيا ورسميا وتثبت أنها لا زالت موجودة ولا زالت قادرة على التأثير. والنقطة الثانية انه الفكرة انه مهم جدا لجماعة الاخوان المسلمين انه تطلع صور من مصر، عشان كده ساعات ايه تلاقي مثلا 20-30 واحد بيروحوا واقفين على طريق في كفر الزيات مثلا على جنب كده ويجوا مصورينهم معاه يافطة 5 دقائق ويمشي. هذه الصور للجماعة وأعضائها اللي تم تسفير جزء منهم زي ما اتقال كتير، في ناس على فكرة ودوهم نيجيريا وناس في الجزائر وناس طبعا في قطر وناس في تركيا، عايز يديهم امل طول الوقت انه الانقلاب يترنح، فلازم يديله مثل هذه الصور كل شويه. فده شيء عشان كده كان ناس كتير قوي شايفه ان مساله عبثيه جدا حكايه 11/11، لكن هناك بعض الايه يعني ما يجب التوقف عنه في تقدير وتقدير كثيرين انه اختيار هذا التاريخ تم اساسا على اساس انه سيتم الاعلان بقى الايه الابتهاج بفوز هيلاري كلينتون، المصير القوي جدا لجماعه الاخوان وللجماعات الارهابيه بشكل عام، وبالتالي بقى فرصه ان احنا يعني ايه هنتنفس براحة أكثر في مصر وفي غير مصر. ويلفت النظر أيضا الحقيقة أنه عمليات يعني تمهيد نيراني قام بها الشيخ يوسف القرضاوي لا عفى الله عنه الحقيقة، لأنه الواحد كل شوية يعني يقول لا يجب أنه يتكلم عن شيخ مسن حتى بهذه الطريقة، لكن يعني ينام ويصحو على عمليات لإثارة الناس في مصر، فبيقول لك يعني من حق الجماهير أن تتظاهر مش عارف ضد الحاكم الفاسد، يعني في ترتيبة كده، والسفارة التركية طلع لها كلمتين. فمهم جدا لجماعة الإخوان المسلمين أنها تعمل مثل هذه القصة، وكانت مختارة ده عن عمد، لكن الحمد لله تقريبا مظاهرات الإخوان سمعت في أمريكا مش في مصر. من الجانب الثاني من الصورة الحقيقة لا يجب أبدا أن احنا يعني نتوهم ان المصريين في الصعوبات المعيشيه الشديده القسوه اللي هم فيها سعداء بده طبعا. يعني من المؤكد، لكن في المواطن المصري البسيط جدا بيتلقى في كره النار زي مثلا ارتفاعات الاسعار الجامده دي ويغيب كده يقلبها بين ايديه، اذا يعني ربنا سهل وبردت شويه او بحكم عوامل او قراراته بتاع كان بيها ما كانش بيبدا يفكر في انه يبقى له موقف. امتى بقى ينزل الشارع؟ في من قراءتي لاحداث 77 ولما جرى حتى ايام الامن المركزي ايام مبارك وفي ثوره يناير، المصريون ينزلون الى الشارع حين يفقدوا في نفس واحد الثقه في الحاكم، ثقه مش بس سياسيه على فكره اجتماعيه، يعني المسائل الاخلاقيه والسلوكيه ودور زوجة الرئيس والاخوه المهم يعني بابنائه بكذا، والثقه في بكره حينئذ لا يكون مفر من انهم ينزلوا ويشعلوا يفقد الدنيا. اليوم ويفقد الغد فمش محتاج بقى ايه لا اخوان ولا مثقفين ولا القاهره ولا اي حد، هو عنده هذا الميزان الدقيق يعني لامتى ينزل الشارع.